زياد ضغيم عضو مجلس النواب. بداية أهلا بك، كيف ترى التصريحات الأخيرة وأيضا بيان بعثة الأمم المتحدة أو السفارة الأمريكية في ليبيا وأيضا تغاضي الطرف الآخر وعدم قبوله بشروط إعادة فتح الموانئ النفطية؟ نعم، تحية لحضرتك والمشاهدين. بكل تأكيد أن بيان السفارة الأمريكية كان مخيبا للأمال، نكاد نصفه بالمنحاز. أيضا البعثة لم تدلي بالموقف المناسب، هناك اتفاق قد التزم به جانب الجيش ومجلس النواب والشرعية، ولكن الطرف الآخر عبر بشكل واضح عن تراجعه عن هذا الاتفاق. لذلك نحن ندعم ونتفهم الموقف الحكيم من قيادة الجيش وندعمه بكل قوة. نعم، هل ترى حقيقة يعني بأن السفارة الأمريكية وأيضا البعثة الأممية متواطئة مع حكومة الوفاق أو متفقة مع حكومة الوفاق وتحاول أن تعرقل تنفيذ شروط إرادة الشعب وأيضا شروط القيادة العامة للقوات المسلحة؟ لا 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 لا، بكل تأكيد أن السفارة الأمريكية والبعثة لعبت دورا وجهدا وبذلت جهدا جيد، ولكن بكل تأكيد أن مصلحتهم ليس هي مصلحتنا أو ثوابتنا أو حقوقنا. لذلك عندما تراجعت كعادتهم صنع الله والوفاق الحكومة يسمى بحكومة الوفاق، فحاولوا الضغط على الجيش وعلى مجلس النواب إلى آخره بهذه البيانات الأخيرة. ولكن أعتقد أن هذا الموقف الطلب ويجب أن يكون موقف واضح، ويجب أن نلتف جميعا وراء الجيش على موقفه الوطني وهذه والثوابت الوطنية وهذه الشروط المنطقية والتي كانت أساس الاتفاق. عندها ستتراجع البعثة وستتراجع السفارة الأمريكية وستنحاز للاتفاق العادل الذي تم الاتفاق عليه والوصول إليه. هناك طرف تراجع عن هذا الاتفاق ويجب أن يحترم هذا ما تم الاتفاق عليه. نعم، السيد زياد ضغيم عضو مجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.